بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أرحب بكم هذا المساء حيث نلتقي مع محاضرة للأكاديمي والمفكر المغربي الدكتور محمد سعدي بعنوان الدين والسياسة في الإسلام بين المزاعم والحقائق، رؤى من كتاب السراب. يعمل الدكتور محمد سعدي أستاذاً مشاركاً بجامعة محمد الأول في المملكة المغربية، ويدرس العلوم السياسية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حصل على درجة الدكتوراه في الديناميات الجديدة للعلاقات الدولية ودرجة الماجستير في القانون الأوروبي والدولي لحقوق الإنسان، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام، ودبلوم التخصص الجامعي في العولمة وحقوق الإنسان. وهو كذلك عضو في عدد من الهيئات والمجالس البحثية العلمية والأكاديمية، ويشرف على الكثير من الدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان سواء على المستوى الوطني أو الدولي. حصل الدكتور سعدي على جائزة الشيخ زايد للكتاب في عام 2007 عن فرع المؤلف الشاب عن كتابه مستقبل العلاقات الدولية من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة السلام. كما نشر الدكتور سعدي عددا كبيرا من المقالات في مجلات، ومنها آفاق المستقبل والمستقبل العربي والمجلة المغربية للدراسات الدولية وغيرها، وأصدر كتبا عدة منها أطروحات لفهم العالم الجديد، نهاية العالم، صدام الحضارات، الفوضى العالمية الجديدة، وحول صراع الحضارات مقالات مختارة لهنيكتون، ودور الثقافة في بناء الحوار بين الأمم، وأخيراً مدخل للعلوم السياسية دراسة في الأصول النظرية. والآن يسرني أن أدعو الدكتور محمد سعدي لإلقاء محاضرته، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية يشرفني ويطيب لي أن أتقدم بعميق الشكر وعظيم الامتنان لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ولمعالي الدكتور جمال سند السويدي على هذه الدعوة الكريمة لإلقاء محاضرة في موضوع في غاية من الأهمية، وهو موضوع الدين والسياسة في الإسلام بين المزاعم والحقائق. ولا يفوتني أن أنوه بالدور الريادي والطلائعي الذي يقوم به مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في إرساء وترسيخ فكر الاعتدال وفكر الوسطية، وفي التفكير في القضايا والتحديات التي تهم العالم العربي والإسلامي. مناقشة إشكالية العلاقة بين السياسة والدين في الإسلام ليست بطرف فكري كما قد يعتقد البعض، أو إشكالية مستحدثة، بل هي قضية استراتيجية مصيرية لها مشروعيتها على أكثر من صعيد. سؤال الدين والسياسة في الإسلام سؤال جديد متجدد شغل بال المشتغلين بالفكر والسياسة، وهيمن على الجدل الفكري لسنوات عدة، وكان محل مطارحات فكرية قوية جداً من طرف مفكر النهضة منذ أكثر من قرن. لكن الأمر أخذ منحا جديدا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين نتيجة ما يسمى بتداعيات الحراك العربي وبروز جماعات الإسلام السياسي بمختلف طياراتها وتصدرها للمشاهد السياسية في العديد من البلدان. لقد نشأ عن أسلمة السياسة رفع منسوب العنف والاحتقان والانقسام بشكل خطير جدا، مما عصف بالمنطقة العربية في أتون التطرف المقيت والطائفية المذهبية القاتلة. ويبدو أن سياسات تسييس الدين وتدين السياسة أنتجت وكرست خللا عميقا يخترق العلاقة بين الولاء للدولة والوطن وهو الأصل، وبين الولاء للجماعة. هذا ما أدى إلى إهدار طاقات كبيرة جدا من طرف المسلمين، ما أجدر لو تم استثمارها
في بناء ثقافة سياسية تؤمن بالتعدد والاختلاف. لهذا فإشكالية علاقة الدين بالسياسة في الإسلام هي اليوم وفي السياق الراهن في مركز الصراع الراهن حول الاختيارات والخيارات والهويات الفكرية والسياسية للعالم الإسلامي. وأسلمة السياسة تدفع نحو ظروف جديدة من الانغلاق والتزمت الديني الشمولي على شاكلة دولة الخرافة لتنظيم داعش. وقد كشف امتحان وصول الإسلام السياسي إلى السلطة عن إفلاس هذا المشروع السياسي والإيديولوجي وسقوط أوهام طالما سكنت النفوس لمدة طويلة من قبيل الحاكمية الإسلام هو الحل، تطبيق الشريعة وغيرها من الشعارات. هذا التقديم أردت أن أقدم به لأبين أهمية كتاب السراب لمعالي الدكتور جمال سند السويدي. لماذا؟ لأن هذا الكتاب في نظري جاء في الوقت المناسب، جاء في الوقت المناسب ليجيب عن مجموعة من الأسئلة وليبدد من مجموعة من الأوهام المنتشرة حول الإسلام السياسي. وفي نظري فإن هذا الكتاب، كتاب السراب، نجح في نسف الأساطير التأسيسية للإسلام السياسي، الأساطير التأسيسية للإسلام السياسي والتي تتأسس أساساً على ما يسمى بدولة الخلافة وتطبيق الشريعة. إذن فهذه المحاضرة تستلهم الأفكار النيرة وتحاول أن تتفاعل مع الأفكار الواردة في كتاب السراب الذي يشكل رؤية نقدية جريئة ترصد نشأة الحركات الإسلامية، خطاباتها، ممارساتها، وأكثر من ذلك الشرخ الواسع بين الخطاب والممارسة، بين النظرية والتطبيق لدى الإسلام السياسي في تفاعله مع القضايا الملحة وفي أدائه الوظيفي لداخل المنظومة. إذن أفضل ما يمكن أن نصف به حصيلة هذه الحركات بعد 8 عقود من نشأتها، يعني بعد سقوط الخلافة العثمانية 1924 ونشأة حركة الإخوان 1928، يعني بعد 8 عقود من النشأة والانتشار والوصول حتى للسلطة، أفضل ما يمكن أن نصفها به هي السراب. كلمة السراب تختصر وتوجز كل شيء، فالعنوان يكشف حقيقة هذا الإسلام السياسي ويكشف الغطاء على أنها لم تبدع إلا في تدين السياسة عبر تسويق الأوهام والشعارات الجوفاء. إذن فالدكتور معالي الدكتور جمال سند وضع اليد على الجرح الحقيقي، وهو استغلال الدين في السياسة. أسلمت السياسة من منطق يتحكم فيه الماضي وأوهام استعادة الفردوس المفقود. إذن فقد نجح هذا الكتاب في نظري في نسف الأساطير التاريخية التي بنت عليها هذه الحركات مشروعية مشروعها ومشروعية مخيالها الجماعي الرمزي، ومن خلال مقاربة رصينة وتحليل نقدي استطاع أن يعري حقيقة هذه الحركات. الكتاب أيضا جاء في الوقت المناسب للتفاعل الإيجابي والتاريخي مع الأمل التاريخي للمجتمعات العربية لتجاوز ما يعيق سبل تنميتها ويعيق اعتناقها لقيم الحداثة والتقدم والتي لا تتعارض تماما مع قيم ومثل الإسلام الكبرى. وبالتالي فهو يشكل في نظري إضافة معرفية نوعية من جهة واستثنائية سواء للمكتبة العربية أو للدراسات في مجال الإسلام السياسي وبالخصوص في مجال ما يسمى باستغلال الدين في السياسة، وهو يمنح قراءة جديدة جريئة مدعمة بالحجج والبراهين
حول مآلات الجماعات الدينية السياسية، وبلا شك سيشكل هذا الكتاب منارة مضيئة في الطريق الطويل والشاق نحو نسف أساطير الإسلام السياسي لإرساء قيم الإسلام التنويري والحداثي في عمق المجتمعات العربية. نلاحظ اليوم، وهذا هو منطلق الكتاب، هذا هو الذي يؤرق الدكتور جمال سن، الهوة السحيقة الموجودة بين العالم الإسلامي والغرب. ما زلنا نطرح نفس السؤال، لماذا تقدموا ولم نتقدم؟ نفس السؤال، ما زال نازلنا في نفس المربع. الفهم الطائفي والمتشدد للدين ما زال سائدا لدينا في الشارع، في البيوت، في الجامعات. هناك انتشار واسع لوباء التعصب والتطرف. كل هذا يؤكد أن المعركة في العمق ليست سياسية في نظري، المعركة معركة فكرية. إذا لم نستطع أن ننجح في المعركة الفكرية فلن نحقق أي مكاسب على مستوى السياسي. إذن الحسم يجب أن يكون فكريا قبل أن يكون سياسيا. لهذا لا بد في نظري من مصارحة تاريخية تقر بكوننا نعيش انسدادا تاريخيا كبيرا، وعوض كبت المشكلة أو خنقها وتأجيلها اعتقادا أن ذلك هو السبيل لتجاوزها، يجب أن نعترف ونصارح نفسنا ونصارح بعضنا البعض لمجابهة المشكلة. يوجد تصادم عنيف بين السياسة والدين طوال التاريخ الإسلامي قديما وحديثا. لماذا؟ لأنه لم يتبلور بشكل متكامل وعي واضح بضرورة التمايز المنهجي والعقلاني بين الدين والسياسة كحقلين معرفيين وعمليين متمايزين. فالسياسة مجالها النسبي والمتغير، أدواتها المساومات والحلول الوسطى، الدين مجاله المطلق والثابت وأدواته هي الإقناع والإيمان. وبالتالي فالسياسة عمل بشري غير مقدس، وخلط الدين بالسياسة قد يحول العقيدة إلى إيديولوجيا سياسية، وبالتالي يتحول الطريق إلى الله والإيمان إلى طريق إلى السلطة والمصلحة الدنيوية. هذا الإشكال فرق المسلمين لسنوات إلى شيع وفرق، وقامت صراعات شديدة بينهم، ظاهرها الدين ولكن باطنها السياسة، دعواها الشريعة ولكن حقيقتها السلطان. في هذا المعنى يذهب الدكتور معالي جمال سند السويدي إلى أن الإشكالية الأساسية في معظم دول العالم العربي الإسلامي لا تكمن في العلاقة بين الدين والسياسة ولا في انفصالهما أو ارتباطهما، بل في توظيف الدين لخدمة السياسة، ارتهان الدين إلى عالم السياسة بكل ما يتميز به من مناورات ومساومات. الدولة في الإسلام في الأصل دولة مدنية، والمهام والوظائف الملقاة عليها وظائف مدنية، والسلطة السياسية تستمد شرعيتها من مصدر بشري راجع إلى اختيار الناس ورضاهم وليس إلى أي مصدر إلهي. هذا لا يمنع حين نقول أن الإسلام لا يوجد فيه كهنوت، لا يوجد فيه إكليروس كما هو الأمر للمسيحية، هذا لا يمنع من القول أنه في تجارب الإسلام التاريخي شهدنا تقليد المسيحية في هذه الآفة، فتحول بعض علماء الدين إلى رجال الدين. الإسلام ليس فيه رجال دين، ولكن علماء الدين بعضهم تحول إلى رجال دين يحتكرون فهم الدين ويزعمون لأنفسهم سلطانا في التحليل والتحريم باعتبارهم يجسدون الرأي الحق والصحيح للإسلام. حتى على مستوى التأصيل المفاهيمي حين بحثت لم أجد مثلا لكلمة السياسة ومشتقاتها، لا نجد لها أي أثر في القرآن،
لا توجد كلمة السياسة، لم ترد في القرآن نهائيا، علما أن كلمة السياسة كانت موجودة عند بداية الإسلام. نفس الأمر يقال عن كلمة دولة كمؤسسة سياسية، نجد أنها لا ترد في القرآن إلا مرتين، ترد مرتين، مرة أولى في صيغة الفعل داول يتداول بمعنى التعاقب والتناوب أو تغير نظام الأشياء، وتلك بسم الله الرحمن الرحيم يقول عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. تلك الأيام نداولها بين الناس بمعنى التعاقب، ليس له أي مدلول سياسي، نداول هنا بمعنى التناوب والتعاقب وعدم استقرار نظام الأشياء. مرة أخرى ترد كلمة دولة بصيغة الاسم وليست لها أيضا أي دلالة سياسية، تتحدث هنا عن سياقها هو تقسيم الغنائم التي يحل أخذها من أموال الذين كفروا. يقول عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي كي لا يتقاسمها الأغنياء بينهم فقط. ليست هنا أي دلالة سياسية أيضا لكلمة دولة، والمفسرون واللغويون لكلمة دولة في اللغة العربية هي ما لا يدوم لأحد أو ما يقع تداوله تعاقبا بين مختلف الأشخاص، إذن ليست لها أي علاقة بالدولة. كلمة سلطة أيضا لا نجد لها أي أثر في القرآن، لا ترد كلمة سلطة في القرآن، ولكن ترد كلمة سلطان أكثر من 37 مرة بمعان مختلفة، ولكن المعنى الأكثر حضورا هو السلطان المبين بمعنى سلطة الإفحام والإقناع، إقناع الرسول للمشككين في دعوته بصحة هذه الدعوة، إذن لا علاقة لها أيضا. تبقى كلمة الحكم، سنعود إليها بعد قليل حين حديثنا عن الحاكمية، حيث تم إخراجها من سياقها لتعطي معنى آخر. إذن إذا كان القرآن لا يشير إلى أي نظام حكم، لا يشير إلى كيفية تداول السلطة، علما أن القرآن وردت فيه المعاملات والعقائد والعبادات وفصل فيها تفصيلا، وما لم يتم تفصيله جاءت السنة النبوية لتكمله، فكيف لم يذكر القرآن أي شيء عن نظام الحكم؟ إلا إذا كانت حكمة الله أرادت أن يجعل السياسة مسألة دنيوية لا علاقة لها في الدين. لا يعقل أن القرآن يتحدث عن آداب دخول المنازل وعن آداب الطعام وعن أمور كثيرة جدا، ولا يتحدث عن مسألة أساسية هي مسألة تهم جميع المسلمين وهي السلطة والسياسة، إلا إذا كانت ليست من أمور الدين، وهذا أعتقد هو الصحيح أن المسألة السياسية ليست من أمور الدين، عكس ما يقول الإسلام السياسي بأن الإسلام دين ودولة. إذن حين يقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، معناه أن الإسلام قد اكتمل، ولا يمكن أن يكتمل الإسلام بدون أن يذكر السلطة على الأقل تفاصيل حول كيف يمكن التداول وغيرها، ولكن ما دام لم يتم ذكر ذلك في القرآن فمعناه أنه ليس جزءاً من الدين. السياسة من أمور الدنيا، والله أرادها أن تكون من أمور الدنيا حتى تكون في ذلك مصلحة للدين والسياسة معاً. إذن لم يدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا على عقائد البشر، لم يدع لأحد سلطانا على عقائد البشر ولا سيطرة على إيمانهم، والرسول كان مبلغا ومذكرا ومرشدا وهاديا ولم يكن مسيطرا. يقول تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر،
فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، بمعنى أنك جئت للهداية والرشد، جئت برسالة ولم تأتي بسلطة سياسية، لم تأتي بسلطة سياسية. لهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم توفي ولم يعين أحدا لخلافته أكثر من ذلك، ولم يبين كيفية الحكم، ليس فقط من يحكم بل كيف نحكم أيضا. ترك الأمر شورى بين المسلمين، أنتم أدرى بشؤون دنياكم، إذن من يحكم وكيف نحكم لم يبث فيه الرسول نهائيا. ولو كانت هناك أسس للسلطة في القرآن أو في الأحاديث لاحتج بها المهاجرون والأنصار يوم السقيفة، يوم السقيفة لتجنبوا ما خاضوا فيه من خصام كاد أن يصل إلى الاقتتال قبل مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لو كان هناك فعلا أسس للسياسة في الدين لاحتجوا بها، لما دخلوا في صراعات فيما بينهم حول من يحكم. إذن لذلك فالنبي لم يكن ملكا ورئيسا ولا أميرا، إنما كان رسولا هاديا، كان رسولا هاديا جاء برسالة. لهذا لا يمكن التماهي بين الدين والسياسة في الإسلام. يمكن هناك دلائل كثيرة. صحيفة المدينة أول دستور للدولة الإسلامية في القرن السابع الميلادي، 731 ميلادي، أول دستور للدولة الإسلامية صحيفة المدينة، عبارة عن عقد مدني اجتماعي يؤسس لأول مرة للدولة الإسلامية، يؤكد على مدنية الدولة. لماذا؟ لأنه فصل بين المجتمع السياسي الذي فيه مواطنون، فيه اليهود النصارى والقبائل التي بقيت على وثنيتها والمسلمون، كلهم لهم نفس الحقوق، وهناك المجتمع الديني وهو مجتمع المسلمين. إذن الرسول منذ البداية بشكل مبكر أدرك أهمية التمييز بين الدين والسياسة، كما أدرك أن الدين ينبغي أن يكون لله وأن السياسة وتدبير الشأن العام هو من أمور الدنيا. الدين لله والوطن للجميع، هذا هو الشعار الذي تجسده وثيقة الصحيفة، وثيقة الصحيفة التي جمعت بين جميع القبائل آنذاك في دولة واحدة هي الدولة الإسلامية رغم اختلاف الأديان. نقطة مهمة هنا لابد من الإشارة إليها، على مدى تاريخ الخلافة الإسلامية وحتى في أزهى عصورها لم يتحقق مجتمع مثالي. هذه الفكرة استلهمتها من كتاب السراب، لم يتحقق أبداً فكرة المجتمع المثالي، لأنه ضد منطق التاريخ، ضد سنن الحياة وضد سنن القوم. والذين يخدعون اليوم الشباب ويوهمونهم أن قيام حكم ديني ودولة دينية ودولة خرافة على منهاج داعش سوف يحول المجتمع إلى مجتمع مثالي نقي أصيل تنعدم فيه المشاكل والشرور، هم واهمون. فلا أساس في التاريخ ولا في وقائع التاريخ ولا في طبائع البشر ولا في حاجات العصر لمثل هذه الأوهام. لهذا ففي نظري أن الإسلام ليس ديناً ودولة، بل لقد حرص على حفظ الدين في سياقه ومساره الإنساني والروحي وعدم ارتهانه لسياق السياسي المتغير. لهذا لم يقدم وصفة جاهزة وترك الأمر للمسلمين ليتشاوروا في النظام الأصلح لهم. حين نقارن الوضع الفكري اليوم مع عصر النهضة الفكرية، مع مفكرين من طراز محمد عبده، علي عبد الرازق، رفاعة الطهطاوي، خير الدين التونسي، رشيد رضا في المرحلة الأولى مرحلته الإصلاحية، نجد أن هناك شرخا كبيرا جدا في التجديد وفي الجرأة الفكرية في ملامسة موضوع الدين والسياسة. نجد مثلا أن محمد عبده رائد التجديد الديني اعتبر السلطة السياسية مدنية بشكل واضح وبشكل لا لف فيه،
أن السلطة الدينية مدنية في طبعها في الإسلام، والدولة طبيعتها مدنية، وكل دولة وكل سلطة تحاول أن تحصل على شرعيتها من الدين فليست من الدين ومن الإسلام في شيء، ليست من الدين وفي الإسلام في شيء. نفس الأمر نجده عند علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم. ستمر يعني هذه السنة المقبلة 50 سنة على وفاة علي عبد الرازق، وقراءتنا الآن للكتاب لن تكون نفس القراءة التي قرأناها في 80s and 70s. حتى الإسلام السياسي نفسه اليوم يقر بأن الكثير مما ورد في كتاب علي عبد الرزاق حقيقي وصحيح. إذن يجب أن يعاد الاعتبار لهذا الكتاب ولهذا المصلح الذي تعرض للكثير من الطرد من الأزهر، لأنه قام بعملية اجتهاد من داخل الدين، مثله مثل محمد عبده، من داخل الدين، وأعطى موقفه من داخل الدين في أمر كان الجميع يعتقد أنه محسوما. هذه هي جرأة علي عبد الرازق، أن الأمر كان يعتبر أمرا محسوما ويحذر الجميع من الخوض فيه. لهذا اعتبر الكتاب نسفا للعديد من المفاهيم السائدة آنذاك، خصوصا لدى الرأي السائد لعلماء الدين آنذاك. يكفي أن نقرأ خلاصة الكتاب في الصفحة الأخيرة من الكتاب، وهي جريئة جدا. ماذا يقول علي عبد الرزاق؟ سأقرأ عليكم. الحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، بريء من كل ما هيئوا حولها من رغبة ورهبة ومن عز وقوة. الخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا، ولا القضاء ولا وظائف الحكم ومراكز الدولة، إنما تلك خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا لنرجع منها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة. يطلب أن نرجع إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة. لا شيء في الدين يمنع المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم السياسة، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي استكانوا إليه. لاحظوا، يسمي نظام الخلافة بذلك النظام العتيق الذي استكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكوماتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم. إذن خلاصة القول أنه بالنسبة لعلي عبد الرزاق، الخلافة ليست أصلا من أصول الدين، ولا دليل لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع على وجود السياسة كعنصر أو كأصل من أصول الدين. وبالتالي فالرسول صلى الله عليه وسلم حسب كان رسولا لدعوة دينية خالصة لا تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة. إذن هذا على مستوى التأصيل، يعني لا نجد أثرا، رغم أننا نسمع باستمرار أن الدين، أن الإسلام دين ودولة، الإسلام قرآن وسيف، مصحف وسيف، وغيرها من الكلمات. لا بد إذا أردنا أن نتجاوز إشكالية الدين والسياسة في الإسلام من تفكيك الأساطير التأسيسية للإسلام السياسي. حين أقول أساطير تأسيسية، فهي أساساً أساطير تأسيسية تنبني على الحاكمية لله، الحل هو الإسلام، الإسلام الشمولي، تطبيق الشريعة، واستعادة دولة الخلافة، واستعادة دولة الخلافة. هذه الأمور إذا بقيت تفكيرنا وتراثنا ومدارسنا تعلمها، فمعناه أن إشكالية وسؤال الدين والسياسة والمآسي التي جرها على المسلمين ستستمر. لهذا يجب أن نبدأ في تفتيت هذه الشعارات الفارغة والتي أدت بشكل كبير إلى انتشار الإرهاب
وانتشار ثقافة التكفير والتفجير، والتي أدخلت العالم الإسلامي في دوامة مستمرة من العنف والتخريب والدمار، وكأننا أمام إسلام يحارب باسم الإسلام. الإسلام يحارب باسم الإسلام. إذن مثلاً الحاكمية، سنجد أن الإسلام السياسي يركز كثيراً منذ الثلاثينات من القرن الماضي على الحاكمية، علماً أنها جاءتنا من منطقة أسيوية، جاءتنا من الهند وباكستان عبر المفكر الهندي الباكستاني المودودي، الذي دعا إلى الفكرة في إطار سياق خاص، الهند باكستان إلى آخره، فدعا إلى حاكمية الله للدولة ورفض الحكم بغير ما أنزل الله. استلهم سيد قطب هذه الفكرة وأسس لحاكمية انقلابية راديكالية تكفر المجتمع وتكفر الحكام وتفرق بين المجتمع المسلم والمجتمع الجاهلي. المجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا تطبق فيه الشريعة. نحن لا نشك أبداً بأنه لا حكم إلا لله، ولا نشك أبداً أن الحاكمية دوماً لله، لكن ليس بالمنطق الذي فهمه الإسلام السياسي، وليس بالمنطق الذي فهمه الخوارج في الإسلام قديماً، فهو حق كما يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، حق أريد به باطل، حق أريد به باطل. فهذا المنطق يسقط التكليف الإلهي من جهة، ويلغي الإرادة الإنسانية من جهة أخرى، ويؤدي إلى احتكار من يمثل الإرادة الإلهية في الأرض من علماء دين وحكام لشرعية الحديث باسم الدين في المساحة السياسية، مما يؤدي إلى تفكير إلى تحريم التفكير في الدولة وآلياتها وفق الإرادة البشرية. هم بالطبع يعتمدون على آيات أساسية معروفة، قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذه هي الآيات التي يعتمد عليها الإسلام السياسي أو دعاة ما يسمى بالتكفير والتجهيل، التجهيل بمعنى يحولون المجتمع المسلم إلى مجتمع جاهلي. هذه الآيات حين نرجع إلى الفقه نجد مثلا أن عبد الله بن عباس والطبري والقرطبي يقول أن هذه الآيات كلها نزلت على أهل الكتاب، نزلت على أهل الكتاب ولا تهم المسلمين في شيء. أكثر من ذلك نجد ابن منظور في لسان العرب يقول أن كلمة الحكم دلالتها ليس السياسة، دلالتها في الآيات القرآنية هي العلم والفقه والقضاء بالعدل. وبالتالي فحين مثلا نجد الآيات القرآنية: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فمعناها القضاء بين الناس، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، الفصل في الخصومات. أيضا نجد عز وجل يقول: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، بمعنى الرشد والحكمة. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، ليس بمعنى الحكم السياسي بل بمعنى الرشد والحكمة حسب أصول الفقه. نقطة أخرى: إذا كانت الحاكمية تعني الالتزام بما أنزل الله من شرع فهذا صحيح، لكن ليس في الدين ما يمنع احتكام البشر إلى قوانين يضعونها في إطار مبادئ التشريع العامة وفقا لتغيير الزمان والمكان، ولا يكون الاحتكام إلى هذه التشريعات الوضعية مخالفا لشرع الله ما دام أنه يحقق المصالح العامة للمجتمع وفق ما يسمى بمقاصد الشريعة الكلية. ما يراه المسلمون حسن فهو عند الله حسن، حيث توجد مصلحة الإنسان والمسلم ثمة شريعة. إذن هذا هو الفقه المقاصدي. وحتى الإشكال الشريعة في الدول العربية
سبق لفقيه دستوري كبير في العالم الإسلامي وهو الفقيه عبد الرزاق السنهوري أن أنهى هذا الإشكال حين اعتبر الشريعة مصدرا من مصادر التشريع. سنجد جميع الدساتير العربية تشير إلى الشريعة كمصدر من مصادر التشريع، أي خلق نوعا من التوازن، وبالتالي قضى على المبرر، مبرر الإسلام السياسي الذي بموجبه يجب أن تطبق الشريعة كاملة مشمولة. نقطة أخرى، اليوم نجد الكثير ما يسمى بوهم مليونيات الشريعة، وكأن مليونيات الشريعة ستحل مشاكل كل المسلمين. تطبيق الشريعة، الإسلام هو الحل، فالإسلام السياسي ينطلق من إيمان راسخ بمبدأ شمولية الدين، شمولية الدين، وبالتالي فهو دين ودولة، دين ودولة ودنيا، الدالات الثلاث للإسلام السياسي. يعتبر أن الإسلام دين، دنيا ودولة، بحيث أن الإسلام صلاحية مطلقة لتسيير شؤون الناس والإحاطة بكل ضروب النشاط البشري. بالتالي يتم تحويل الإسلام إلى منظومة كلية ثابتة مغلقة تفسر الماضي والحاضر وحتى المستقبل، ومن هنا تصبح الشريعة الإسلامية حاملة لحلول نهائية لكل المشكلات التي تعاني بسببها المجتمعات الإسلامية في الوقت الراهن. إذن الزعم، وعندما نبحث في صلب الموضوع عن أسس الزعم بوجود قانون أزلي شامل صالح لكل زمان ومكان ولا يقبل التطوير لأنه إلهي الجوهر والمصدر، لا نجد لدى الإسلام السياسي إلا إحالات اعتباطية على الأحكام القرآنية التي هي محل تأويلات عدة، وعلى أمثلة منتقات بنفس الاعتباط من الوقائع المؤسسة للإسلام. هناك قول رائع لابن القيم الجوزية، ماذا يقول عن الشريعة؟ اعلم أن الشريعة عدل كلها وقسط كلها ورحمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الظلم ومن القسط إلى الجور ومن الرحمة إلى ضدها فليست من الشريعة في شيء. ولذلك فما يسمى بمليونيات تطبيق الشريعة التي انتشرت بعد الحراك العربي غارقة في التوهم، غارقة في الشعارات، فهي تعتقد أن كل المشاكل ستنتهي بمجرد أن تصبح الشريعة القانون الأسمى للدولة، وبالتالي لا بد بأن تكون الشريعة هي حكم الله، في حين أنه يجب أن نبدع في إعطاء البشر الحق في إدارة الشؤون السياسية. نفس الأمر يقال على الجهاد أيضا، الجهاد ودار الكفر ودار الإسلام، ما زال البعض يردد هذه الكلمات رغم أنه لا أساس فقهي لدار السلم أو دار الإسلام ودار الكفر، لا يوجد أي أساس فقهي لا في القرآن ولا في السنة. جاء في مرحلة معينة الخليفة هارون الرشيد حين توسعت الإمبراطورية أراد أن يؤثث العالم مثل ما أثثنا العالم في الحرب الباردة، المعسكر الشيوعي، المعسكر الرأسمالي، فجاء بالشيباني وطلب منه رأيه فوضع له هذا التمييز بين دار الإسلام ودار الكفر. لهذا فهذا يعني يجب الآن أن ننهي هذه الأساطير التأسيسية، مثلا دار الكفر ودار الجهاد ودار الإسلام، وأيضا مسألة الجهاد، أيضا الجهاد في الإسلام يجب أن يعاد فيه النظر بشكل كامل. الجهاد هو جهاد النفس، تغيير النفس، هو الدعوة، نعم، وليس هو القتال وغيرها من الأمور الأخرى. خلاصة القول، أن الإسلام نأى بنفسه وشريعته عن السياسة ومناورتها، مقررا أن الدين كثابت لا يمكنه أن يصير سياسة أو أفقا سياسيا،
والارتهان البشع للدين إلى عالم السياسة يتعارض مع جوهر القيم الدينية المثلى للإسلام. لهذا نحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لتحرير الإسلام وتخليصه من وصاية الجماعات الدينية السياسية ومن الصراعات السياسية والطائفية ومن المرجعية الأحادية الدغمائية في أفق تحقيق عصر أنوار إسلامي يفتح الطريق للخروج من الانسداد التاريخي. ومشاريع الإسلام السياسي في نظري هي مفلسة بطبيعتها، لأنها تقدم وصفات جاهزة قائمة على الوعود والنفخ في الشعارات التي تتعارض مع القيم الكبرى للإسلام، وبالتالي فالعالم الإسلامي اليوم في حاجة لأمن روحي، أقول لأمن روحي، ليس فقط الأمن المادي، الأمن الروحي، يعني الوقاية من التطرف، من العصبيات. وحين نقول الأمن الروحي يبدأ في المدارس، في الأسر، في الشارع وفي كل مكان. نحتاج لأمن الروحي ولإصلاح فكري عميق يحصنه من كل المشاريع السياسية التي تسعى لحجب قيم الإسلام الإنسانية الكبرى التي تركز على الاجتهاد والعقل وعلى إنسانية الإنسان. شكرا على انتباهكن وانتباهكم. السلام عليكم. شكرا للدكتور محمد سعدي على هذه المحاضرة القيمة. والآن نفتح باب المناقشة لمدة نصف ساعة، وأرجو من لديه سؤال أو مداخلة أن يقف ويقدم نفسه ويكون سؤاله أو تعليقه مختصرا حتى تتاح الفرصة لأكبر عدد من الحضور للمشاركة. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. صابر الحباشة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. نشكر المحاضر الدكتور محمد سعدي على هذه المحاضرة القيمة والتي أثارت كثيرا من الأسئلة والمناقشات. وأود من المحاضر الكريم أن أسائل معه، لأن المسألة جدلية تتعلق بمسألة الدين والسياسة في الإسلام. استدل المحاضر على الافتراق بين الدين والسياسة في الإسلام انطلاقا من استعراض بعض المفردات في القرآن: الدولة، السلطان، الحكم، فبين أن معانيها لغوية وليست معاني اصطلاحية على ما تذهب إليه السياسة الفنية بمصطلحاتها الفنية، وهذا نوافقه عليه، ولكنه لا يمكن أن نبني عليه أنه لا سياسة في الإسلام. بمعنى أننا حتى وإن لم نجد كلمة سياسة في القرآن، ولم نجد كلمة سلطة، ولم نجد غير ذلك من المصطلحات، لا يعني ذلك أن الإسلام خلو من السياسة، فهذا في تقدير استقراء ناقص. واستتباعا لهذه الفكرة، نرى أن الأدبيات الأحكام السلطانية الموردي وغيره مليئة بفقه كبير يتعلق بالسياسة في الإسلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي سؤال: إذا تعارضت المصلحة والشريعة، إذا أشار الباحث المحاضر إلى أنه حيث توجد المصلحة توجد الشريعة، إذا تعارض الاثنان الأمران فأي الطرفين يكون محددا؟ أي هل يدور الواقع أو تدور المصلحة مع النص الشرعي، أم النص هو الذي يجب أن يؤول تأويلا واقعيا؟ هنا نلاحظ أن ابن خلدون منذ القرن التاسع للهجرة، توفي سنة 800 للهجرة، 15 للميلاد، بيّن أن النصوص محدودة والوقائع غير محدودة، ومن ثم فإننا
لدينا في تراثنا العربي الإسلامي طبعا الذي يجب أن ينتقى وينتخل ويقرأ منه الإيجابيات، لدينا قراءة واقعية للعلاقة بين السلطة من جهة وبين النص من جهة أخرى. فهؤلاء الذين غرر بهم ويفهمون النص حرفيا، هؤلاء هم في حاجة إلى وعي وفقه وعلم شرعي قبل أن يتنطعوا ويستبقوا النتائج ويستعجلوا الحلول التي هي في أذهانهم وليست واقعية. فكرة ثالثة بس سؤالك وبها أختم باختصار. أشار الباحث إلى أن آيات الحكم بما أنزل الله تتعلق بأهل الكتاب، وهذا موجود عند المفسرين، ولكننا نتذكر أن أصلا من الأصول في المذهب المالكي يقول شرع من قبلنا شرع لنا، فهل ثمة تعارض بين هذين الأمرين؟ إذا لم ينسخ القرآن أو السنة أو أي مصدر تشريعي إسلامي، وهذا إذا في القياس والإجماع، إذا لم ينسخ حكما عند السابقين للمسلمين فهذا الأمر يبقى ساريا، قد يتغير في تفاصيله، يعني مثلا الصوم الصلاة وغيرها من الأحكام الشرعية كانت موجودة عند الأقوام الآخرين لكن بهيئات مختلفة، فقننها الإسلام لأن لكل قوم شرعة ومنهاجا. وشكرا. والآخر سؤال هو من الاستطراد، ما رأيك في الإسلام الشيعي وولاية الفقيه؟ يعني هو لا يدخل في الإسلام السياسي لأنك لم تتم الإشارة إليه إلا عرضا. وشكرا. نستقبل الأسئلة بعد، تفضل. كل الشكر للدكتور محمد سعد والمركز للدراسات الاستراتيجية بالإمارات حسن العويس. الإسلام لم يكن أستاذ بس تعرفنا باسمك والجهة. حسن العويس. لم يكن الإسلام في يوم من الأيام عبارة عن قائمة طويلة من المحرمات، بل كان هو الأجوبة الإيجابية المتجددة في الحياة. بداية سمى الدكتور جمال سند السويدي كتاب السراب كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، عبارة عن أوهام كما يظن البعض بأنهم سينشئون دولة الخلافة وغيرها. بكون هذه بكون هذا الفكر عبارة عن إيديولوجيا قد يكون عابرا للحدود وليس له جواز سفر ولا له هوية، بل هو عابر للقارات والبحار. يجب أن يكون ثمة إيديولوجيا مقابلة لهذا الفكر. لكن السؤال، ألا ترى معي أن التطرف والإرهاب عبارة عن وليد في المناطق المهمشة المحرومة من التنمية، مثال ذلك سوريا التي أنشأت بها الدولة الإسلامية داعش فكرهم هذا الإرهابي؟ وشكرا لكم. نستقبل بعد سؤال. السلام عليكم. علي العماري من المركز. أشكرك أول شيء دكتور على المحاضرة القيمة، وضحت لنا استغلال هذه الجماعات للدين وشعارات دينية لأهداف سياسية. سؤالي لك دكتور باختصار، ما هي توصياتك لو في للمستقبل مواجهة مثل هذه الأفكار وتوضيح الخلافات هذه؟ شكرا.
شكرا للحضور الكريم على التفاعل الإيجابي مع المحاضرة وعلى ملاحظاتهم القيمة. أبدأ بمسألة أن السياسة موجودة في الإسلام. أنا لم أقل أن السياسة غير موجودة في الإسلام، تحدثت أساسا عن إشكال تسييس الدين. أما السياسة فهي موجودة في الإسلام، بل حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل سياسة، ولكنه قام بإنشاء دولة دعوة ونبوة. كان لديه جيش، كان ديوان جيش، ديوان الخراج، دولة، ولكن دولة دعوة ونبوة وليست دولة سلطان. إحالتك على الأحكام السلطانية، فعلا الأحكام السلطانية للماوردي أو السياسة الشرعية لابن تيمية وردت فيه الكثير من الأمور المتعلقة بالسلطة، شروط السلطة. أنا شخصيا أعتقد أن هذه الكتب اليوم لم يعد لها من مبرر، نقرأها نعم، أما أن ننشئ اليوم دولة انطلاقا من هذه الكتب فأعتقد أن هذا أمرا لا تاريخيا ولا إنسانيا. يستحيل أن ننشئ دولنا اليوم من منطق الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية لابن تيمية، رغم أنه تحدث كثيرا عن شروط الخلافة وغيرها من الأمور. تعارض المصلحة مع الشريعة، هذا نقاش طويل جدا في الفقه. شخصيا أعتقد أن الإسلام وأن أي دين جاء لمصلحة الإنسان. روح الدين، هناك نص الدين وروح الدين، لا يمكن لروح الدين أن يكون ضد مصلحة الإنسان والإنسانية. الدين يجب أن يكون إنسانيا وجاء لخدمة إنسانية الإنسان. لهذا أنا لا أتصور أصلا أن يكون هناك تعارض. حتى أجيب على السؤال في حالة التعارض، أنا مبدئيا أؤمن بأن الإسلام يخدم مصلحة الإنسان ولا يمكن أبدا أن يخدم إلا مصلحة الإنسان. ونحن لدينا للأسف الشديد لدينا درر تراثية، فقه المقاصد لم نعمق فيه كثيرا. فقه المقاصد يعني كانت فيه الشاطبي يعني عدة فقهاء، حماية النفس، حماية العقل، حماية العرض، كلها أمور مهمة جدا في هذا الموضوع. لماذا لم أثر مسألة الإسلام الشيعي وولاية الفقيه؟ هي الوجه الآخر لما قلته في المحاضرة، ولكن وقت المحاضرة لا يكفي لأستفيض في ولاية الفقيه التي أعتبرها أنها وجه آخر لتسييس الدين ولخلق إكليروس وكهنوت في الإسلام، لأن الإسلام في الأصل ليس فيه رجل دين. نحن نستعمل في الثقافة العادية رجال الدين، الإسلام ليس فيه رجال الدين، فيه علماء الدين نعم، ولكن ليس لنا رجال الدين. لهذا فهو نوع من إكليروس أيضا وكهنوت ما يسمى بولاية الفقيه، ولكن الوقت لم يسمح لي باستعراضه. التطرف والإرهاب منتوج لغياب العدالة الاجتماعية والتنمية، هذا صحيح، لكن الإرهاب كظاهرة اجتماعية الآن هناك شبه إجماع وتوافق بين علماء السياسة وعلماء الاجتماع على أنه ظاهرة شمولية متكاملة يتداخل فيها عدة عناصر. لا يمكن أن نهمل الجانب الفكري الذي يشكل أيضا بنية قوية جدا، البنيات الثقافية العميقة في ثقافتنا التربوية تساهم في إنتاج فكر منغلق ومتطرف. الكافر، دار الكفر، دار الإسلام، دائما نجعل نفسنا في مواجهة الآخر، لا نتفاعل مع الآخر، دائما أنا والآخر. هذه كلها ثقافة تحتاج إلى تغيير. هذا لا يمنع من القول أن التنمية أيضا عنصر أساسي من عناصر محاربة الإرهاب، لكن أيضا الجانب الفكري يجب أن لا يهمل. الجانب الفكري مهم جدا، الجانب النفسي مهم جدا، معركة فكرية رهيبة تنتظر المسلمين لتخليص الإسلام من الإنغلاق والتزمت ومن ما يسمى بفقه التفجير والتجهيل والتكفير. ما هي التوصيات التي يمكن أن أوصي بها للحد من غلواء
السياسة في الدين. أول شيء ممكن أن أوصي فيه هي إعادة قراءة التراث وإعادة كتب المدارس. للأسف الشديد نجد أن في كتب المدارس هناك أمور مفاهيم بسيطة ولكنها تعلم الأطفال أمور يعني أمور خطيرة جدا، بعد أن يصبحوا في سن النضج قد يتحولون إلى إرهابيين داخل المجتمع. لذلك يجب أن نقوم بتفكيك فكري لبنياتنا الثقافية داخل المجتمع. وشكرا. تفضل أستاذ. جمال الدين لويسات، الحسن يونيفرستي. Yes. بروفيسور جمال الدين لويسات، الحسن يونيفرستي. الحس يونيفرستي. لدي تعليق. عندما نتحدث عن الإسلام قد يكون هناك توازن بين الإسلام الاقتصادي وما ذكره تشومسكي في الولايات المتحدة الأمريكية، وكثيرون آخرون يوازون بين أفلاطون وأرسطو. والمجتمع الأفلاطوني الإسلامي على أنه إحدى المفاهيم، ما هو برأيك بشأن هذه الأيديولوجيات؟ نستقبل سؤال آخر بعد. شكرا على هذا السؤال المهم. عقدتنا، إحدى عقدتنا هي المثالية الطباوية الأفلاطونية. نحن مجتمعات الإسلامية مثلنا مثل جميع المجتمعات الإنسانية في العالم. نمتلك دينا عظيما، نعم، نعتز بديننا وهو جزء من ضمائرنا ووعينا، ولكننا نشكل جزءا من هذا العالم. نحن نعيش اليوم حضارة عالمية إنسانية، يجب أن نعي بهذا الأمر. حضارة إنسانية عالمية نتفاعل داخلها ونشكل جزءا منها فقط، ولسنا المركز. لأعود إلى الفكرة التي قلت عن المجتمع الطوباوي الأفلاطوني، لسنا مركز. للأسف الشديد نكتشف في جامعاتنا مثلا، وأنا أدرس لسنوات عدة، أن الطلاب لحد اليوم يعتبرون أن كل شيء يبدأ مع الإسلام. بعد أكثر من 15 من التدريس في الجامعة يقولون لي دائما الحقوق الإنسان تبدأ مع الإسلام، علما أن الإسلام جاء في القرن السابع، وقبل القرن السابع كانت هناك حضارات عريقة. ولكن دائما نقول كلمة سباق، نحن سباقون في كل شيء، وهذا مشكل. يجب أن نعتبر أنفسنا جزءا من العالم. نحن ساهمنا في العالم، ساهمنا في حضارة العالم، ولكننا جزء من العالم فقط، ولسنا مجتمعا طوباويا مثاليا. ولا يمكن أن نسترجع الخلافة، هذا طوباوية كبيرة جدا. يجب التوقف عن التفكير في استعادة نظام الخلافة، لأن منطق التاريخ وسنن الكون لن تسمح بذلك، ولا الظروف الحالية ولا السياقات الإقليمية لن تسمح بذلك. والذين يغررون اليوم بالشباب باسم خلق وهم الخلافة التي ستستعيد مجد الإسلام، أعتقد أنهم يتلاعبون بمشاعر الشباب فقط. شكرا لكم. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. وفي نهاية هذه المحاضرة أكرر باسم سعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الشكر والتقدير للدكتور محمد سعدي، ولكم أيها الأخوة والأخوات الحضور، وادعوكم إلى تناول العشاء في مطعم المركز، وإلى اللقاء في فعالية علمية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.